عليكم ورحمه الله. اليوم في التظاهره اللي كيقدمها اللي كينظمها نادي كيكوف مدينه مراكش، مجموعه لادريس كتساهم في هذه التظاهره، وكنا امل ان شاء الله باش نوصلوا النهائي ان شاء الله، لما لا نحقوا الفوز. فما يخفى عليكم بان السنه الماضيه كنا شاركنا في واحد التظاهره، وحنا كنا من بين الفرق اللي قدرنا نمشيو نلعبوا بمدينه القنيطره اللي كانت تنظمت في كيكوف، ومن بعد تنظمت على صعيد المغرب الشركات المصغره. وبالمناسبه في هذه التظاهره كنقدموا الاستعدادات ديالنا للتظاهره اللي غتكون ان شاء الله في الاسبوع المقبل بمناسبه عيد المسيره الخضراء ان شاء الله بمدينه مراكش. ونتمنى حظ سعيد لجميع الفرق وحظ سعيد لمجموعه لابريس. بالاضافه كنبغي نقول بان بحال التظاهرات كتساعد في تنميه العلاقات ما بين العمال، ونحاولوا نخرجوا العمال ديالنا من روتين العمل. المجموعه ديالنا كتقوم بهذه التظاهرات دائما، بالاضافه الى الدورات التكوينيه دائما تحت شعار لادريس سي لابون ادريس. السلام عليكم. اليوم جينا نساندوا الفريق ديالنا ديال جروب لادريس، واحد التظاهره اللي تتكون كل عام. التظاهره فيها مجموعه ديال الشركات واللي ممثلين شركاتهم وطعيم اللي كاينه، كاين 10 الفرق، والحمد لله الماتش الاول ربحناه، واليوم عندنا الماتش الثاني، وتنتمناو ان شاء الله الوصول النهائي في هذا الدوري ان شاء الله. الحمد لله التقييم ديالي حيت الماتش الاول كان ماتش شويه قاصح، كان ماتش فريق تيلعب مزيان، الحمد لله انتصرنا في الماتش الاول، والماتش الثاني ان شاء الله تحفيز لينا باش نوصلوا النهائي ان شاء الله. هي فرقه واحده جمع فيها جميع المستخدمين، منهم الموزايك تريتور، لي كافي لادريس وتريتور لادريس، دونك جمعنا كاع لي ميور ديال جوغ اللي عندنا في الجروب، خديناهم ومولفين تيلعبوا الكره، دونك احنا ان شاء الله عندنا اليقين ان شاء الله باذن الله نوصلوا النهائي. انا ماشي مدرب ولكن محفز ليهم كوتشين دري تبارك الله، هما عارفين البوزيسيون ديالهم في الفرقه، وحنا جينا هنا باش نساندوهم ونشجعوهم. السلام عليكم. اول حاجه، مجموعه مطاعم لادريس كتعتبر من مجموعات المطاعم اللي كتوفر ولا كتكون تدخل في مثل هذه الدوريات هذه، اللي كتكون ديما كتعطي واحد الطبقه الشغيله، واحد المتنفس جديد، نخرجوا من ذاك الروتين ديال العمل. وكما قلت لك مجموعه لادريس اما كتكون هي طرف في التنظيم ولا طرف في المشاركه. هذا الشكر جزيل بعد ذاك المدراء ديالنا على هذه الدعوه هذه باش نكونوا عند حسن الظن ديالهم، وباش كما قلت لك الغرض من هذا الشيء كله هو نخرجوا من ذاك الروتين تاع العمل ونخرجوا لواحد المتنفس جديد عن طريق الدوريات المنظمه من طرف جهات معنيه. دونك كما قلت لك القياده كتشمل بزاف ديال الحوايج، والحاجه هو تكون واحد العزيمه كتكون اكثر في تحقيق بعض الالقاب وكذا وفي الدوريات هادو، نعطيو واحد الصوره جيده للمؤسسه ديالنا. كما قلت لك الدور القائد هو ديما تيكون هو اللي تيكون تيجمع الدراري وداك الشيء من اجل الدخول في المعسكرات هذه التدريبيه. وكما قلت لك الغرض الاول هو اعطاء صوره جميله للشركه ديالنا والمؤسسه ديالنا.